يتغنى الشعراء والأدباء في ميسان برجال المقاومة الفلسطينية ضمن مهرجان الكميت الثقافي. تفاصيل أكثر مع مراسل الرابعة في المحافظة حمزة حسين. نبذة ثقافية جاءت متزامنة مع ثورة الطوفان الأقصى، مهرجان الكوميت الثقافي الذي احتضنته محافظة ميسان في دورته السابعة، بمشاركة أكثر من 60 شاعرا وقاصا وأديبا من مختلف المحافظات. بعد انقطاع طويل لمهرجان الكوميت عاد بنسخته السابعة وهو يحمل دورة شهداء غزة، وقد تضمن جملة من الفعاليات الثقافية والفنية، منها معرض الكتاب ومعرض الفنون التشكيلية وكذلك معرض التراث والفلكلور الميساني، حيث تمت دعوة 60 شاعر وكاتب وناقد من محافظات العراق، جاءوا ولبوا الدعوة وهم في محافظتهم وبين أهلهم وأخوتهم، يحملون الكثير من المعاني والقصائد والأشعار لنصرة الشعب الفلسطيني وثورة طوفان الأقصى. لم تخلو قصائد المشاركين من رجال غزة وانتصاراتهم التي حققت في الأيام الماضية وسط حضور رسمي وثقافي. أتى كل الأدباء والكتاب والمتذوقين للشعر والأدب والكلمة الصادقة أن تصرخ حناجرهم في هذا اليوم من أجل حرية ومن أجل جمال ومن أجل البقاء والشرف والنبوء. كما تمت مشاركتي بلوحة، لوحة رسم تعبر عن فلسطين. طبعا احنا عندنا فلسطين شاركت اكثر، انه التأثير كان اكثر للمرأة، انه نشوف اولادها شلون يتعذبون قدامها وهي عندها يعني مستقبل لهم وشلون بنيت لهم حياة، بس كل هذا انتهى بلحظة. وقد جاء مهرجان الكوميت الثقافي هذا العام بحلته الجديدة وبمشاركة واسعة من مختلف الأوساط الفنية والثقافية ليعيدوا إلى ميسان مشهدها الثقافي والشعري. الشكر والمحبة لاتحاد الأدباء والكتاب المركز العام واتحادنا في ميسان على هذا العرس الثقافي الكبير. أهم ما يميز هذا المهرجان بنسخته السابعة أنه اتخذ من شعار غزة شعارا له من شهداء غزة، يتزامن هذا المهرجان مع صمود أهلنا. الثقافة والفنون تعطي المجتمع، تعطي المثقفين والأدباء ثقافة العطاء. هكذا افتتح مهرجان الكويت بدورته السابعة. حمد حسين، قناة الرابعة، ميسان.